رجلك خلونا ننزل نلعب برجله. يا شباب معانا اغرب لقطات ببجي النهارده، فمش عايز اقول لكم خالص ونخش في الفيديو. عايز اخوات تعمل لايك وتكسر زر الاشتراك واهم حاجه تشترك وتصلي على النبي في قلبك ويلا بينا. يلا بينا بسم الله. I'm going to show you the most aggressive rage moments of all time. يا ابني ده ستريمرز بيكسروا الاجهزه، ويعني انت هتشوف فيديوهات يا نهار ابيض. بص make sure to watch till the end so you don't miss any clips. بص هيكون فيديو جامد ده. بص ده تركي ولا لا ده روسي. بص 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 الجنة زميلي عشان الجاب. ليه؟ ليه عمال يموت كتير؟ بص الجنة يا عالموت ده. لا 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 ما اعتقدش. بص جاب الورق اهو. بص الجنة زميلي انت ولا ما تموت انا اصبر. انا ايه يا لهوي ده. بص الكروما الكروما نص النهار. استنى لازم ادنا ريك. اي عندي بيس. حتى الاجانب بيشتموا الدي بي اس. عمال يشتموا. This is the most intense rage moment in the history of PUBG Mobile. بيقول لك اكتر لقطه متعصبه. يا نهار اسود يلا بينا. في يا عم رايد يلا بينا. يلا هو احنا دمه. فنشوا 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 يا ابن اللعيبه. معوش طلق معوش طلق. مش حوار طلق. حرام يا حرام بتسكت امه. يا عادية يا عم ده بيضحك يا عم ايه ده. استنى بص دمه يا نهار اسود. This guy did nothing wrong. I feel bad for him honestly. ما عملش حاجة غلط. وي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض. هو الخرم ده اصلا هو في اللعبة؟ مش عارف اللي فيه خرم اول حاجة، واصلا هو نط ازاي كده؟ بص بقى لقيتها. انا اتجلشت معاه. بص الموسيقى. بص اصلا بيبص ازاي؟ بص احنا ازاي؟ بص يلعب ازاي استنى بص 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 وصل الجهاز هيكسر التليفون. كسر التليفون خلع البتاع وكسر التليفون. يا على مهيركو. واحد شفتها دي تقريبا وانا رافضك ده مش كانت جامده اللقطه دي زمان. بص 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 جابه ازاي؟ رجع دخل دخل ما بيضربش عليه. ما بيضربش عليه. ده هو على الفيك دمي. نفس الستريمر الروسي. قطر يا جدع نفس الصوت. الله رباني. بيشتموا. تفتح دي عمال يشتموا. طن ايه اللي هيحصل له؟ لا 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 هيجيب من الارض هيجيب من بعيد وبالكار صح؟ يلا ما تجيبش بالكار. بص ابن عدنان يا المود ده كان جامد برضه. يا عيني نازل قبلك كسر السلاح. كسر الايباد. نازل قبلك على امن السلاح. كسر كسره بجد؟ اهو كسر يا دين النبي. يلا بينا الايباد ده غالي يا ديني غالي. ايه ده بتعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا هتتجبني قدامه. ازاي ما ماتش اصلا ده؟ ايه ده؟ يا لهوي ده استفار ده. يا نهار ابيض يا عيني. خلع خلع. بص 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 عامل ازاي؟ يا لهوي بص لسه خايف قوي. بص وشه. ايوه يا ابني ببص. فنشوا 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 عليه. يا ابن اللعيبة يا لهوي
ياه حرام. مفيش حاجه يكسرها. حرام حرام. اه في تضرب الارض. رايدن تاني. بس ايه ده ايه ده ايه ده بيعمل طحينه. عمال ايه اللي بالايداد نزلني في الايباد عمال يتقلب معايا. ايه ده ضربه بالشوتجن. ايه ده ضربه اتفنش. يلا 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 يلا. هو الحاجات في الهند غاليه كرسي. لا 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 حاجات غاليه فعلا. بس هنود دول يا عم جامدين يا عم بتوع اليوتيوب يا عم. بس عمال ايش ما هيركو تاني. انزل انزل. سيدي جديدة دي. بص استنى بص اللي هيحصل. عايز جول سموك. اه يا نهار اسود. تقدير. انزل انزل عن ابوك من اللعبة. كسر الكيبورد ده ليه؟ كسره. الواد ده تاني. الواد ده اسمه زبيدة زبيدي. بيتكلم ايه اللغة اللي بيتكلمها دي؟ دي باكستاني. انت ايش عارف ايه باكستاني؟ باكستاني يا عم عندي صاحب باكستاني. بص بص اعمل ايه؟ بص لا 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 يا نهار اسود. يا نهار اسود على الغل. عند نيسي ده. اه متقية دي وبنطقهم. في السلاح. بص عاملة ازاي؟ يا عيني. اللي يحصل اللي يحصل ايه الموسيقى دي؟ شوت جون ان ديب. الله يخرب بيت الشوت جون. هاف يو ايفر بلايد ببجي موبايل وذ يور تانك؟ بص بيلعب بلسانه. ده بيلعب برجله زميلي. ايه ده؟ بيلعب برجله. ومحترف. بيعرف مني. واحد بيلعب بقلم. لا يا اسطى دوت اللي كان عامل. طب استنى ده بيعمل ايه ده؟ يا ابن اللعيبة. في ايه؟ بص الطاسة. بيقول لك اسطورة الطاسة. يا ابن اللعيبة. يتشط كمان. يا ابن اللعيبة. ايه ده؟ لا يا ابن اللعيبة. The second one on the list is ADN gaming. This guy is built different. He uses his tongue to aim and his left arm to control the joystick. And guess what? He actually plays very well. بيلعب جامد قوي. ازاي ده بيتبلي يعني؟ يا عم انت ده بيلعب. لعيب. ده كيف بتتبلى زميله عمال يلعب يلعب. ازاي يا جدعان؟ ايه ده؟ ازاي؟ كينج التاب بيلعب سنجل تخيل؟ اه ده بص ده بص ده ايوه بيلعب سنجل ده اسرع من الثاني. ايه؟ بص بص بحرك صباعه ازاي؟ بص يلا انا ماشي ازاي؟ ايه ده؟ هيتشوتات بقى صباعه فكر. بص يا دين امي جامد قوي الواد ده. ده اللي بيلعب برجله يا صاحبي. فين ال ال رجلي كام؟ رجلي كام اهو ايوه رجلي كام؟ خلاص ننزل بيلعب برجله. يخش سكرين بقى يكسب بتلعب برجله. بص صباعه عامل ازاي؟ If you think that was not impressive enough, at number 5 we have Golf. يا الله. This guy used the mouse stick to play PUBG Mobile. بيلعب بقلم زميلي. بيلعب سكريم. ده لعيب زميلي. والله بيلعب. اللعيبة. ده بيلعب بطولات ببقه.
ازاي كده؟ اللعيبة بطولة اصلا. انت بدرعاتك، انت بدرعاتك مش عارف تكسب، ده داخل بطولة ببقه. يا عبد اللعيبة يا دين النبي. ملك السلايد. اه ما هو بان عليه. بص ده تقابله بقى، فاهم انت، ده يخرجك عن شعورك. يا نهار ابيض. طن. ده استحالة تواجهه ده زميلي بالزحلقة دي كلها. طن. 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 يلا. اللعيبة. يا ابني بس بص بيزحلق ازاي وتحركاته ازاي. ترن يا دين. The next player calls himself parkour god. ده ايوه شفت الولد ده، بص زميلي جامد قوي الولد على التيك توك. بص بص في بابجي الصينيه بيقول لك ملك الباركور في بابجي. بص جامد قوي الفيديو ده. بص 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 انت بتغرق غيري اول حاجه. هلا بص 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 طلع من الشباك. بص دخل على قدش منه. لا ما دخلش منه تاني. بص طلع بره. بص بص اللي فوق اخد نيد اللي فوق. ايه ده خرب حظه. يا احد بس عليهم. بص انا بدخل له تاني. يلا يلا اي كل ده سهل عادي طبعا. طبعا ايوه تقدر تعمله. لا لا مش كده عمره. لا 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 جامد ده، ده جامد ده. وهيد شوتات بس ايزي ايزي عادي عادي تعود على الحاجات دي. انت مستغرب هتقول اي ومش عارف عادي. بص بادي اول مره اجيب بادي. والله ايه ده عيل 8 سنين طفل 8 سنين اللي هو الصغير ده. عادي يا عم دول لعيب اكتر صباحهم تبقى سريعه. بص 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 الطفل عنده 460 الف مشترك يا زميلي. ايه ده والله بجد فين اهو من اللعيبه. لسه المشتركين دول عشان اللعبه كامبو بس. يا جدع انت ده لا جامد يا عم. انا امال قاعده بتعمل ايه؟ بتشجعوا يا معلم. شجعوا احنا شجعنا الرقم ده على